وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا على الهاتف سعادة النائب عمار البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب. سعادة النائب، بعد التحية، لو تحدثنا عن دور المجالس التشريعية والبرلمانية بشكل عام في تعزيز دور الديمقراطية والارتقاء بها على المستويين الإقليمي والدولي. شكرا. لو نتحدث عن السلطة التشريعية، فقد عملت في مملكة البحرين خلال الأعوام الماضية على الارتقاء بالديمقراطية، وذلك امتدادا وعملا بالمشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، والذي أرسى من خلال أسس الديمقراطية في مملكة البحرين من خلال قيام السلطة التشريعية، تفعيل دورها التشريعي والرقابي من خلال مجلس النواب اللي منح كافة الصلاحية للمواطنين حق الانتخاب، اختيار من يمثلهم واللي يتبنى صوتهم تحت قبضة البرلمان بكل حرية وبكل شفافية، إضافة أيضا إلى مجلس الشورى اللي يعمل بدوره على تعزيز الديمقراطية في البحرين. منذ اليوم الأول للبرلمان البحريني عمل نواب الشعب تحت قبضة البرلمان بكل شفافية بكل ديمقراطية من أجل خدمة المواطن والوطن وتشريع مجمل القوانين اللي تحفظ لأبناء المجتمع البحريني حقوقهم، إيمانا بالدور البارز اللي يطلبه العمل البرلماني في دعم أسس وركائز الدولة القائمة على الديمقراطية واللي يسهم في بناء الوطن ونهضته واستمرار نمائه. ساهم مجلس النواب خلال عقدين من الزمان بتدعيم أسس الديمقراطية وتحقيق العديد من الإنجازات التشريعية الرقابية واللي ساهمت في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة اللي تشهدها مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة. ولو نتحدث على الصعيد الدولي، مملكة البحرين أكملت أكثر من 17 عام من عضويتها في الاتحاد البرلمان الدولي، واللي مارست من خلاله دورها كسلطة تشريعية في إبداء المواقف وإبداء الآراء في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، إضافة أيضا إلى دورها الكبير في نشر مستوى الارتقاء بالعمل التشريعي وإنجازات مملكة البحرين اللي تحققت بفضل الديمقراطية الموجودة في مملكة البحرين واللي بثت للمجتمع الدولي. وقبل أن ننهي هذه المداخلة، لابد أن نؤكد أيضا على الدور الوطني اللي قامت به السلطة التشريعية متمثلة بمجلس النواب ومجلس الشورى في دعم ومساندة الحكومة في الجهود اللي تبذلها للتصدي لفيروس كورونا، مع التركيز على أهمية حفظ حقوق المواطنين والمقيمين في المجتمع البحريني وعدم المساس بحريتهم بأمنهم الصحي بالغذائي بالاقتصادي. وهذه كان الهم الأكبر بالدرجة الأولى من خلال مواجهة مجمل القضايا المهمة والطارئة واللي تم مناقشة وأغرار التشريعات اللي تتناقم مع احتياجات المرحلة الحالية. نعم، سعادة النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.